إليو إليو الأفضل يجمعنا. هذا البرنامج برعاية مجمع سين سين الذوق الدائم. لوشا المنظف الرسمي للمملكة العاشورية. لوشا لإزالة كل الطاشة. جيزي تقدم لكم هذا البرنامج. جيزي معها تقدر. عيشوا أحلى لحظات عاشور العاشر مع خبير السيلفي أوبو F3. أوبو كاميرا فون. صباح يا ابن عمي، نقص فيها بصوتك. صباح الخير عليكم. مش كاين جديد مولاي؟ طيطرت كارثة. غير الخير. الأسعار تاع الزيت راهي طاحت. الزيت ليش؟ المملكات اللي خدموا الزيت كيما احنا ما حبوش ينقصوا من الإنتاج، ولذا الزيت راهي تعمت في السوق. سمعك شغل ما كاش كيف هذوك لو كان يزيدوا الأشياء في السوق؟ ما نقدروش مولاي. علاش؟ ما على خطر الاسعار تخضع القانون العرض والطلب في السوق الدوليه. ريت مي عند حماني صح؟ وسيبها مولاي. الفلون تاعك بتشكولا كل عدا مولاي. اللي تراد مخوك تحك ما كريش كاردياك مولاي. انا في رايي مولاي راك تخمم باش نزيدوا في الاسعار تاع المواد الغذائيه. هكذا ما نطيحوش في ازمه اقتصاديه. تبا لازم نخمم باش نزيدو لهم. تعجبني يا مولاي كي تخمم نزيدو لهم. وزير هذا القرار خطير، سكن المملكة غير كما طلعنا لهم في الأسعار، وهذا الشيء قدر يخلق لنا فوضى. مولاي ما تكسرش راسك، السكان أنا نتحكم فيهم بالجيش. اسمح لي مولاي، ولكن الجيش هم أولاد السكان وحتهما رايحين يتقاسوا. وهذه غابت لكم ابن عمي، زيدوا لهم في السومة وبيعوا لهم رخيص هذا المكان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عطيني زوج كيلو بانر خويا. اللهم ثلاثة دينار عاشورية. شعال ثلاثة دينار على عام الشر، غير البارح كان نص دينار الكيلو. حنت البطاطا خويا زوج دينار. شحال هبلتو؟ ما تحشموش، حبيتو ديروا دراهم على ظهر الناس بعدا نرقدوا ونوضوا نلقوا كل شي زاد. انا خاطيني الحجة، شوفي مع عاشور هو اللي دار البري. هادي مليحة، وهذا وش راهو حد عندنا؟ نموتو ما نعيشوش. وش بيك خلوفة؟ شكون خلف بيك؟ المارشي نتنيه على جالك. حبوا ياكلونا بعد كيلو تاع البانم 3 دينار. 3 دينار انا خاطيني خويا ماجد، نوري جالي لي البارح وقال لي مولاي عاشور قال له كلهم يزيدوا في الفري، وانا واش ندير ما نخدمش. هنا عاشور مرقها بزاف. هذه لافوت تاعنا، كي شفنا ما درناش على سيرة داشها اللي فات حلات له راه غير يجي بحال راه تغلي في المارشي. خوتي عاشور يفهم غير بالقزول، تاخذوا رايي نصدموا له القصر، عنده الحق باللوطا. عاشور لو كان سكتوا له نقولوا كي نتنفسوا خلصوا. ما لا تبعوني نروحوا ليه. هيا يوم نفروها. يا رسول اخرج عنا هدر معاك.
نوري قول لهم بدل مانيش هنا. ما تقلقوش مولاي عاشور يقول لكم باللي ما كاشو. حقونا بلا غورا مينا فتقيل ما حاش يخرج سي نورمال شمها قارصة اليوم تسروا بالتكلة لكم بالسامح بيتوش تفهم روحكم ولينا قاع ما نخدوش نبيعو. شكون تحب تهضر معاهم يا مولاي؟ اي باش حكى لهم نوري مانيش هنا كيف حنكذب الراجل. قبحتونا معيشة قلوا يا خرجنا يا خلطوها. نوري قلنا هم هذيك الزيادة اللي عبرنا عليها اللي ما كاش منها قلنا لازم نقصروا برك. مولاي راه يقول لكم الزيادة اللي قال لكم عليها ما كاش منها كان غير يزعق معكم وانتم ليه اللي زعمتوا بن عمي. ماشي قلت لنا ما كاشو كان يهضر معايا بسكايب. يا طب طب كي ولات في القصود دورتوا هاك سرعة هيا نروح هيا هيا نروح راهم راحوا وصاي راهي فرات راحوا كاع كاع على بالك وتحب نهضر معاهم قربك شغل ريزيرفي دي بيي بريمير كلاس دونك يلزم نروح عند حمانيوس. حاضر مولاي. تسمى دوكا كيفاش نقعدوا غير نستناو فيها انا لو كان تاخذ رايي نروحوا بق المملكه تاعنا. يا مولاي والازمه الازمه نشوفوا كيفاش نزيدوا لهم في السومه ونديروا خطبه ونحاولوا كيفاش نصبرهم وهذا ما كان. نصبرهم باش باش وانا نعرف باش. قنديل انا كنت حاسب الحمره وعندك بشي قلت لي بلي كل المماليك يكلميو السكان تاعهم بالبالون. البالون على المملكات الاخرين ماشي احنا. وعلاش؟ خطر الفريق نتاعنا كل خطره اللي يلعب ياخذ طريح. زين خبرك يا مولاي قتلوا غير مباراه واحده وغير قول راهو مقصي. شي قلتوا جبنا لي جوار من الخارج ويلعبوا مليح وخلصناهم بدراهم كبار. اه واحد يماركي كوتسيز وواحد بلونجود وواحد بالبالون وهذا اللي جوار فهمني قنديل وراهم. يا بصح يا مولاي شي يطلع لهم للدماغ. والحل؟ عندنا حل واحد. وشنو هو؟ هو السلف من عند ملك دحمانوس. مولاي عاشور العاشر فارس قنديل صافا شويه؟ فارس اسمح لي ماذا بيا لو كان تشوف عندنا دحمانوس على خاطر احنا رانا نستناو وما عندناش الوقت بزاف لازم نروحوا للمملكه. شو هذا مولاي غير واحد ودخل عند دحمانوس ماشي ساهله على بالك هنا يلقى لك بروتوكول يديرك اول ما يسهل هنايا مولاي زيد على بالك انا راني مشغول غادي داين بالخدمه مولاي دحمانوس عادير فيا ثقه وكل شيء فوق واش راه طايح على كتافي انا يا على بالي باللي الدم بيناتنا وكاع بصح اسمح لي لك الشان وليت بروتوكول وليت تحمانيس وليت مشغول دنيا دور مولاي فارس وش ندير هنا ماشي وصيتك تروح تغسل العواد وشريتوس امرك مولاي فارس الله يعاونك عاشور العاشر قنديل مرحبا بكم زرتنا باراكوس. الله يبارك فيك دحمانيس. دحمانيس في الحقيقة راني مقدرش كيفاش نعبر لك فرحان بزاف على الانترفونسيون تاعك هذه اللي درتها لنا على التسلاف. عاشور صبر 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 رانا صابرين. تما غير كيما خرجوا من عندي لا كوميسيون تاع البونكوس على بالي وقالوا لي بلي السلفوس امبوسيبلوس. صار عليك دحمانيس نقدروا نعرفوا سبب هذا الرفض يا ملك دحمانوس؟ لا خاطر سمعتكمش الديموس كراتوس. سامحني دحمانوس احنا في المملكه العاشوريه السكان قاع عندهم لي ديمو ويحكموا تقريب قاع لي شان دحمانوس قول له قنديل. يا مولاي راهو يهضر على الديمقراطيه. عاشور ولا حبيت نسلفوا لك دراهم لازم تطبق الديمقراطوس في المملكه تاعك. اي والله مولاي انا كل حاضرين تقدر تفتح الاجتماع. البوكا تاع لافامي اي تقول
باش تسلف لنا الدراهم ونخرجوا من هذه الازمه اللي رانا فيها لازم نطبقوا الديمقراطيه. ما تقولش برك قبلت لهم مولاي. لا لا ايه شنو هذه لا لا ايه لا لا ولا ايه لا ليه مولاي لقمان مولاي عاشور ما عندوش حل اخر من غير تطبيق الديمقراطيه. نستعرف بك مولاي، درت هداه الشابه دوك سكان المملكه كامل يفرحوا بك. الله يسلمك بنتي. مولاي خبر يفرح، وهكذا مملكتنا راح تكون في طريق التطور. مش من تطور هبلتو على بالك باللي الديمقراطيه هي اللي رافده المملكه تاع دحمانيس. باش نزيد نقول لك خاطش تبعيني، ما ثم كيعيطوا لها في اللغه تاعهم كريتوس داموس. ديموس كراتوس يبلعوس. مولاي ما راكش راح تندم عليها، وانا راني واقفه معك باش نحقوها. وهو كذلك يا بنتي. مولاي هيا خلاص قولي استرفع عي ضد الديمقراطيه. الى حبيت تعطي ملي في بالك حاجه باللي كامل كيما رانا لهنا راح ندخلوا في حيط. مولاي لقمان راح نطبقوا الديمقراطيه غير باش نقبضوا الدراهم. من بعد كي نحوا لهم الشك زويت رويت. يا سكان المملكه، خبر ذات منفعه خاصه، سلطان عاشور العاشر ربي ينقص من عمركم يزيد في عمره، راه يسلم عليكم وانتم تسلموا عليه بزاف بزاف، وراه يقولكم باللي برعايته وتحت اشرافه المملكه العاشوريه رايحه تولي مملكه ديمقراطيه. مملكه ديمقراطيه هي ديمقراطيه ما راك تسمع؟ لا ما حتسقم المملكه بياسير، يا تسقم يا ما تسقمش. هذه حده شابه ديال عاشور حاجه تفرح. وحنا وصلنا حين نستفادوا. مولاي راه يقول لكم هذه الديمقراطيه يسربوا معاها حريه الهضره، حب يقول تقولوا له واش تحبوا. واش نحبوا واش نحبوا؟ اللي في قلبكم قولوها واللي في راسكم ديروها، بصح بالقدر. ها احنا ما لحقوناش. والى اشعار اخر ان شاء الله. تحيه الديمقراطيه. ديمقراطيه تاع فيستي راحت المملكه يا حليل. هيا فهمي. مولاي السلطان عاشور العاشر. مرحبا بك دحمانيش، نورت القصر في الظلمه. سامحني دحمانيش، استقبلتك بالبيجاما خاش كنا حين نرقدو ما خليتنيش لوكازيون نبدل. معليش عاشور، حتى انا ديك الزظمه ماشي في وقتيش. حتى الصح. لا لا مولاي دحمانيش مرحبا بك في اي وقت، القصر قصرك. قنديل هذا الزظمه تاع الليل فيها اللوش. اصبر يا مولاي شروخ باللوش جابو. عاشور جبت لك شيك بوكوس. هذا خبر يفرح تاع الصح يا دحمانيش. وانت بيفيت وسوستو صح كالميوس. باش نعطي لك هذا الشيك لازم نفيريفيو لا ديموكراتيس او سي جاميس. أمدير هذاك اللوش اللي قلت لك عليه فيه اللوش. تعجبني يا مولاي كي تشم اللوش. ودرك نقدروا نروحوا نشوفوا ديموكراتيس في الظلمه دومينا. الديمقراطيه في النهار. انا في رايي تستعفاو نوجد لكم الشومبره باش تباتوا، وغدوه ربي يعمل تاويل. تحماني السنه كل الصباح خلينا نشرب قهوتين نجوز على كل سكان المملكه ونشوف واش يحتاجوا. نورماليش عاشور هذه باليد يخدموا القفاف يخدموا المريوحات. مولاي عاشور ياك انا في الديمقراطيه. رانا في الديمقراطيه ليك ولكل سكان المملكه. اما لا سلطان قرا. قرا ايش؟ احنا كنحبوا نشكروا واحد نشكروها في الخضره كما تالفت شويه اكثر. ان شاء الله نوصلوا لنا. جيت. راني هنا. الله لا تربحك. الله يسلمك. عاشور وش نقول لك؟ هذه هي حرية التعبير. ايه بصح وعرة عندك ما تسمح وش خذ لك. واش عاشور؟ حطنا تاع الزيت. سهل عاشور ما راكش تعطينا الزيت. يا ولدي لا لا ترى الزيت عنده معمرة في الدار، مريض من عقله مهبولة.
اي حق يروحوا للقهوة؟ عاشور القهوة منا مشي منا. ها تفضل ميسي سليمو. مولي عاشور عاش من شافك؟ ان شاء الله ان شاء الله. سكينة عمية ما تشوفش. بنت تشوف هي ما تشوفش. وش تقول عاشور؟ على 300 سنة وحنا مع الديمقراطيس جامي لحقنا لهاد الدرجة. حنا مقلقين دحمانيش في دقيقة نوصلوا ليها. يصفر وجهك. ومازال تزيد تشوف. عاشور راك عاجبيش. جماعة جماعة نضرب نتا واش دوركم؟ ديمقراطية. مولاي عاشور. عبلة بنتي. ملك دحمانوس، مرحبا بك في المملكة العاشورية الديمقراطية. سكان المملكة كما راك تشوف وجدوا لك قاعدة باش يرحبوا بك. جراسي أميرة عبلة، راكم درتوا لي هدا شابوس. يعطيك الصحة بنتي. بابا، راني بوسيت لك الحالة. ملي دحمانوس جبت لك شويه مقروط بعثته لك العجوزه قلت لك تحيه الديمقراطيه. انا جامي جبت لي مقروطه. ومعدوم معك لك صاحب الدار كي تبغي ترحب شويه بزاف مقروط. مولاي لازم باش توالو. مولاي دحمانوس سكان المملكه يرحبوا بك ويطلبوا منك باش تساعدهم في تحقيق الديمقراطيه. يا سير اني هنا يا سكان مملكه عاشوريه. واش نقول لكم؟ المملكه تاعكم رجعت مملكه ديمقراطيس. معناتها عندكم حرية التعبيروس وخلاص هذيك تاع سلطان والسكان راكم كاع كيف كيف. عنده الحق دحمانوس حنا عند ربي كاع كيف كيف. وديروا في بالكم باللي السلطان الواحد هذاك يحكم خلاص سي ستوبوس. كل واحد فيكم يقدر يحكم البوفواروس. ما تزيد ليش من هيد حمانوس زعما انا نقدر نولي سلطان. عاود انتوما كامل تقدر تولوا بلاصتي وعاشر عاشر. بصح لازم شويه نظام. ديروا الاحزاب، ديروا الانتخابات وتخيلوا الواحد اللي يقدر يولوا بلاصتي عاشر عاشر ولا وش غير عاشر. ديمقراطيه ثم هكذا نقدروا نفوتوا على جواد. كنت شامهم ما يعطيوش تمتم تحلوا عينيهم لو يعرفوا الانتخابات يفوتوا على السي جواد. وانت مولاي ما درت حتى كلمه قاعد تشوف فيهم. علاش عمالك انا اختك عبله انا كي لحقت القهوه واش نقول لك؟ الحاله كاع مقلوبه والعياط على خاطر تحبي تهل عمرك. مولاي هذه هي اللي حبينا نديروا الديمقراطيه. لازم نسمحوا من حقنا ولازم نتعلموا نسمعوا السكان حتى لو كان ما يعجبناش رايهم. اي بصح مولاتي هنا راكي تلعبي بمنصب تاع مولاي. انا هذه اللي غضبتني. مولاي ماشي قلت لك وتحب دير ديمقراطيه ها؟ بصح انا قلت الديمقراطيه غير تم ماشي ديمقراطيه ماشي الفوت والعياط ومنش عارف لا لا كتسمى كنا نكذبوا على السكان. مع كل احتراماتي مولاي عيب علينا. انا ثاني مع كل احتراماتي لك يا برهان المملكه تاعي وندير فيها واش نلعب. اوي صار هكذا صحه. انا اللي رايحه على خاطرش مانيش حابه نتبهدل مع سكان المملكه. وراك رايحه بنتي؟ راني رايحه عندي ما وين كاين الديمقراطيه تاع الصح. عبله 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 خليها مولاي خليها خليها يا ما توجدها الحال. تسمح لي بالانصراف مولاي. روح 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 زعفوا ولا قعدوا. شوف يا مولاي هي بدات تقراص الحاله. انا في رايي راك تخمم باش نردوا هاد السلف.
هذه لو كان خمت لها مقبل دحماني سلطاني الشاك وهدرت معاه ورا وراح شي ما يعطل مولاي ارجع له الشاك تاعو بصح ما كاش كيفاش اما كي بدات تقب منه كي ولي جواد سلطان نساو الميزيرية خلاص الحقرة وحقنا تازي ما فيهاش جواد سلطان معناتها حقكم ما يبيعش سير بيكم حقكم تاع الزيت كل شهر ويطلع لكم قيمتكم قدام كاع المملكات الاخرين معناتها المملكة تاعنا تولي خير من السويس لطوى نورية نص نهار كامل على فص ثومة ونمشيت ها بالعقل نورية نهار كامل وانا ندور في مرشين حوس على الثوم تعرفيش حلقيتها ولا لا 2000 دينار عاشوري اوه 2000 دينار الثوم اللي كنت انا نتكبر عليه ولا هو يتكبر عليا من عمي اي تعرفش نتكبروا عليها احنا مش لازم الثوم نطيبوا بلاش اضرب من ثوم ولا ليها شان يسمى مالك وش نسوي انا مولاتي نورية جيت نوصيك باش تردي بالك على الخسر أنا راح الفياج عند حمانيوس إن شاء الله خير نوري نوري أخرج بالعمي أني حاسة كلي شغل خرجت لي تكنيش أني باين عند الليفتين ليلي مطلوقة تهبل ما عندك حتى شيء تي تقتل انت تماني مهبولة أنا ما كيش تشوفي ليلي نطفع عليك هنا نقصى نظر وري ترى تكميش تقول كرشة نوريا ثم صح يا مولاتي صح ومش صح وانت خذ لي تحب عرفتها من عمي مولاتي شحال طرف انا تكميش هتروح عند حمانيش معناها كنت مد دوزنيك وتسمع لا بغيت نقول لك اودي على عامله تاع تكميشه تاع شحال دير لنا متوسط عم ثوم نوري تحكي على مولاتي انت يا اي تصرف امشي للمرشي جيب البصل بصل وبالبصل تقدر يدير لي مسوم لا يا حبي باش نعمل لك المبصل الله يسلمك النور يا مو صحيتي اوه عليا مولاي ماشي رحت علينا مولاي غير الخير وش كاين الغاشي كل راهو مع جود وراهو غير يجي شرف وين على بالي انا ما سلمتش مولاي تقدر تروح بيجي مولاي كنت تمام هذا جواد راه يلعب لي بلاستيك راك تسمع يا برهان وماشي غير بلاستيك يا مولاي بلاستنا كامل مولاي انا قلت لك ما عندناش حل واحد اخر كان تاخذ رايي خليني نصدم له في الليل نخملو ضربه واحده والضو ما يزيد يشوفها لا لا يا وليدي على بالك لو كنت تصدم عليه يصدم علينا دحنانيش انا اللي الضو ما يزيد يشوفها اسمح لي يا مولاي المشكله ما راهي لا في جواد ولا في كل المملكه وراو المشكل راهو فينا احنا يا مولاي كيفاش احنا اللي رانا نكذبوا عليهم يا مولاي ورد الفعل نتاعهم منطقي اوي اسمح لي يا مولاي لقمان شوف يا مولاي هي عجبتني الفكره اللي تخطر في بالك وهي الحل الوحيد اللي يقدر يسلكنا انا ماذا بيا لو كان تقول لي الفكره هذه اللي تخطر في بالي يا وزير من درهم اللي سلفهم لنا دحمانوس قبل ما يخلصوا نستغلهم للحمله الانتخابيه تاعك ولكن يا مولاي طريقتنا يا سكان المملكة مولاي سلطان عاشور العاشر ربي ينقص من عمره ويزيد في عمركم بستعليها الخطرة بركة راه راح يديكم خطاب رسمي اوفيسيال غادي يشكركم كي راه رايح يربح في البوط يا ودي الخطاب ولا يبعد غير هو اللي ما نبوطوش عليها تحنا جواد يا عاشور غير خمك هبتا يعطيك ولايتك يا عمر عاشور يعطيك ولايتك عاشور عاشور يعطيك ولايتك عاشور عاشور يعطيك ولايتك يا عمر عاشور لك يا مولاي معناش حل اخر فاكسين كما لازم نكفي ولهم بالدراهم نوري يعطيك ولايتك عاشور عاشور يعطيك ولايتك عاشور عاشور Kaptık bile
هنا حكايه واحده اخرى. يا سكان المملكه، ديروا في بالكم بلي لو كان تفوتيو عليا ما راكمش رايحين تندموا. هكذا سولو فوتيو عليك مولاي عاشور. ولا ما صوتيش من القوس تاعي نوعدكم بلي حاجه ما راح تخصني معاكم. حاجه ما تخصكم معايا. وهذه المره الانتخابات راح تكون حره نزيهه وشفشفه. شفافه يا مولاي. وشفافه نربح انا ولا يخسر جواد انا عندي كيف كيف. المهم المصلحه تاع المملكه. واش من جواد؟ تحيا سكارة وتحيا مولاي عاصر العاصر. قلت لك بلي فكرة شابة يا مولاي. شوف شوف راه رايح حساب اللي راه خاسر. على بالك فكرة شابة بصح انا نشوف بلي درام طالب احنا مش شوشو ما خليش تكميشة وحده. شوف درت ليفتين كومبلي. راكي باينه تقول حطوا لك وجهك وحدوه. انا راني نخمم على المصروف اللي اديته لك يا عنطاره. صرفتي كلش ولا خليتي شويه؟ عاشو هذا ليفتينغ؟ واش بغيتهم يقولوا الناس؟ السلطان رزان مرت السلطان المنتخب عندها ليفيد. ساعتي ما خمتيش كي يقول السلطان المنتخب مشونا. مولاتي مولاي مولاي الصلاه تاعك بالخروب ماشي كل عاده كرشك تتشوكها مولاي. الخروب اسيدي ولا مدتليش تاع الشيكولا. ها مولاي السومه تاع الشيكولا النار شحل والازمه راهي دايره حاله بدرهم مع الناس. هضرب الخروب واحمد ربي مولاي. يعطيك الصحه النار. شو ما على باليش مولاي. ماشي واش كاين غير الخير؟ السكان ناضوا خلاص المصروف وقالوا لكم يزيدناش الخلصه نزموا القصر. يزموا القصر؟ عشان كان يقتلوني ولادي ولا كاش حاجه. شكون اللي قلت لك انت راك قاعد معاودها ما يعقلكش؟ اللي جا قصر راهو يسكنك تحبك. جاب لك ربي راهم في غاشي الكل يزموا القصر واحد ما يبقى. شو نديروا؟ ما تخافيش مولاتي عندي الحل يا يسلكنا يا ما يسلكناش. واش هو انا الحل؟ ها نقصوا في الحشومه تاع انتم خلاص. Thank you.